بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أخواتنا الجزائريين، هذه رسالة من عند خوتكم حراقة، هذه رسالة من عند خوتكم حراقة المتواجدين بسجون إسبانيا. هي أولا الله يرفع علينا هذا الوباء، وإن شاء الله تولي الأمور إلى مجراها الطبيعي. أما بعد، هذا الميساج سبيسيال إلى السيدة الجمهورية السيدة عبد المجيد تبون. يا سي عبد المجيد تبون، حنا حراقة جزائريين، وانا هنا في السجون الإسبانية، وانا كلي عندها عام، كلي عندها 8 شهور، كلي عندها 3 شهور، وانا متهم في قضايا ما عندناش علاقة معها، غير هنايا في هذا السجن الميريا، وانا 90 حراق جزائري، اليوم بالنيابة عليهم كاع، انا تحملت المسؤولية ودرت هذا الفيديو. سيد الرئيس، هنا كاين ناس اللي راهم ديسباري، كاين ناس اللي راهم حاسبينهم راهم موتوا. في البلاد هما هنا في السجون الإسبانية ما عندهمش إمكانيات باش غادي يعيطوا لوالديهم. حنا اليوم بالتخبية درنا هذا الفيديو باش نوصلوا لغير هذا الميساج، باش تشوفينا وتشوف الحالة اللي رانا فيها. رانا هنا متهمين في قضية ما عندناش علاقة معها. سيدي الرئيس، اتصلنا بالقنصلية الجزائرية في أليكونت، ما كانش رد، ما أكسبتوناش كاع. قنصل تاع أليكونت ما ردش كاع علينا. هذا هنا ريبك ديره تاع وزير مكلف بالشؤون الجالية الجزائرية، قالنا نتوما اتجهوا بالبشر. سيدي الرئيس، ما تلاقينا عليها وين؟ دابا غادي نجيبوها لك، تاع ما تلاقينا عليها وين؟ دابا عندنا امل فيك انت سيدي الرئيس باش تشوف لنا هذا الحل لهذ الازمة اللي رانا فيها. ماكلة، ما نهضرولكش هاد الصورة تعرفوهم، ماكلة يا خوتي قسما بالله ما تأمنوا عطاكم ماكلة اللي رانا ناكلوها. معاملة تاع راسيسم ما نهضروش عليها. دواء تفوات ما تأمنوش عقلكم. هادو اليوم عسكرية، هادو وانا نخونوهم لهم باش نديروهم خوف، انا نخافو من المرض. حنا شرنا نطلبو منك سيدي الرئيس، هاد الناس هما يقولو ومتهميننا هنا بهاد القضية تاع متجارة بالبشر. حنا ما نطالبين منك والو سيدي الرئيس، حنا نطالبين منك تهودنا لبلادنا وتحاكمنا في بلادنا وشرعنا في بلادنا. راهم يقولو علينا بلي حنايا نتاجو بالبشر، هودنا بلادنا وشوفنا لي حنا نتاجو بالبشر. هنا اللي رانا هنايا في هذا الحبس تاع أميريا، رانا 90 جزائري، طلاب جامعيين، رياضيين وأصحاب حرف. مكانش لي عنده سوابق عدلية سيدي الرئيس، تبلعوا كاع البيبان سيدي الرئيس. حنا عندنا أمل فيك انت سيدي الرئيس، ما عندنا زوج حاجة أبار الله وانت، وحنا نطلبوا من الله عز وجل إن شاء الله تكون سبب وتكون سبب وتكون سبب وتشوفينا وتفرحنا وتفرجها على والدينا، والدينا اللي هم مغبونين في البلاد. هذا ما غادي نقول لك سيدي الرئيس، ان شاء الله تكون سند لنا عبد المجيد تبون، نتايا ان شاء الله تكون سند لنا، هودنا لبلادنا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تهودنا لبلادنا. حنا ما عندنا حتى واحد دروك، حنا دروك طعنا لياس هنا، راهم يقول لك راهم مطالبيننا 10 سنوات حبس نافذة، ما عندناش هنا واحد اخر ابار انت. نطلبوا حنايا منك عبد المجيد تبون تشوف في هذا الامر تاعنا، وبارك الله فيك والله يطول في عمرك السيد الرئيس عبد المجيد تبون. السلام عليكم خوتي. قرا. السلام عليكم خوتي، عاونونا ان شاء الله يوصل هذا الفيديو للسيد الرئيس عبد المجيد تبون بالبارطاج تاعكم نتوما لكم في البلاد، عاونونا بزاف بزاف ان شاء الله ربي يفرجها علينا. وشباب نقول لكم عاونونا، راكم تعرفوا حالة الغربة وكاع، حنا رانا مسجونين، بارطاجو ماكسيموم. والسلام عليكم خوتي.